هلا والله، مساكم الله بالخير من المسرح المفتوح في جامعة جازان اللي راح نغطي لكم حفلة التخرج. هلا والله، مساكم الله. وحفلة التخرج هذا للدفعة 18 لطلاب جامعة جازان برعاية سيدي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر حفظه الله. أيها الآباء والأمهات وأولياء الأمور، إخوة الخريجين، أيها الأخ الكريم، منذ ولادة حلمك أهلا بك يا صاحب السمو الراعي لفخر الجامعة، وهي تباهي وتحتز بتلميذ الدفعة 18 الذين منحوها التميز بدعم وعظيم تقدير الجامعة وما زيد وحصل. أيها الحفل الكريم، إن جامعة جازان التي شرفت الليل بحضوركم جميعا أقسام النظري صحي من الجانب الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعلى لسان كل الأمهات أقول والسلام عليكم أنتم من أمر في المشرق والمكره على اتباع المراقبة صبرا وفجانا لكتب الوطن الأشم. هنا تحية الإسلام والحكم والامتنان لمقام راحلنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
في الجامعة. هذا الموقف أساس يصير الجامعة. إيش جيتكم يا مرحلة تأمين وإكمال؟ هل تخرج في الصيدلة؟ تخرج في 38 لأننا كلنا الحب والامتنان العظيم. بالفعل الشريعة والقانون 360 خريج. كلية العلوم 7 من 8 خريج وخريجة. الله يحفظك. التعليم ضمن المشاريع. كليات داخل المجمع. هذا اليوم بإعلان 305 الملك عبد الله. علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات 776 خريجا وخريجا. هذه كانت تغطيتنا لحفلة تخرج للدفعة الثامنة.